اهلا بكم في حلقه جديده من كنترول سيستمز انجينيرنج، هندسه نظم التحكم، اعداد المهندس كورلس رفعت. هنكمل مع بعض في الستيدي ستيت ايرور للسنجل انبوت سنجل اوتبوت يونيتي فيدباك سيستم، وناخد ما يقرب من 3 امثله اضافيه على الفيديو السابق عشان نغطي الموضوع بالتفصيل. اخدنا سابقا الستيدي ستيت ايرور لليونيتي فيدباك سيستم، قلنا عندي كلوزد لوب فيدباك بيبقى يونيتي، عندي الجي هي الفورورد ترانسفير فانكشن او يطلق عليها اوبن لوب ترانسفير فانكشن، لان الاوبن لوب عباره عن الجي في الاتش والاتش عندي بواحد، يبقى الجي في الواحد تطلع الجي، يبقى الاوبن لوب هنا عباره عن الجي. قلنا ان الانبوت بيبقى داخل مباشره على السامنج، والاوتبوت راجع باشاره سلبه مباشره على السامنج، والاشاره اللي طالعه دي عباره عن الايرور. وقلنا ان الستيدي ستيت ايرور عباره عن ليميت اس في اس، تقول لي 0 ده في الاس دومين، وقلنا ان هي عباره عن ليميت اس في ار على 1 زائد الجي، والاس تقول لي 0، بحيث الجي عندي هي الفورورد ترانسفير فانكشن والار هي الانبوت بتاع السيستم. وقلنا كمان لما انا هطبق يونت ستيب انبوت يطلق عليه بوزيشن انبوت، الار وقتها بتبقى 1 على اس، بجيب ثابت اسمه ستاتيك بوزيشن ايرور كونستانت كي بي. خلي بالك الثابت اللي بجيبه يبقى يعتمد على الانبوت، ملهوش علاقه بالترانسفير فانكشن، ليه علاقه بالانبوت. طول ما الانبوت بوزيشن انبوت او يونت ستيب انبوت يبقى بجيب الثابت اسمه ستاتيك بوزيشن ايرور كونستانت كي بي، عباره عن الجي اوف 0، باخد الجي دي بعوض فيها الاس ب 0، هطلع الثابت اللي اسمه كي بي. الستيدي ستيت ايرور وقتها بيبقى 1 على 1 زائد الكي بي. ولو كان الانبوت عندي عباره عن رامب انبوت او يطلق عليه فيلوستي انبوت، يعني الار 1 على اس تربيع، يبقى الثابت اللي هجيبه اسمه ستاتيك فيلوستي ايرور كونستانت كي في. وقلنا ان الكي في عباره عن اس في الجي، وبجيب لها الليمت لما اس تقول لي 0، بجيب الثابت اللي اسمه كي في لما الانبوت يبقى عندي يونت رامب انبوت، وقتها الستيدي ستيت ايرور عباره عن 1 على الكي في. اما لو كان الانبوت عندي بارابوليك انبوت او يطلق عليه اكسلريشن انبوت، يبقى وقتها الار هتبقى 1 على اس تكعيب، يبقى هجيب ثابت اسمه ستاتيك اكسلريشن ايرور كونستانت كي اي. وقلنا ان الكي اي عباره عن اس تربيع في الجي الليمت اس تقول لي 0، قلنا الثابت ده اسمه ستاتيك اكسلريشن، بيجي في حاله ان الانبوت عباره عن يونت بارابوليك انبوت 1 على اس تكعيب. الستيدي ستيت ايرور وقتها بيساوي 1 على كي اي. ده كان ملخص القوانين الخاصه بالفيديو السابق. نروح لاكزامبل 4، مديني فيجر قدامك اهو، واضح من الفيجر ان هو يونيتي فيدباك وعندي الانبوت داخل مباشره على السامنج، يبقى ينفع اطبق القوانين اللي انا كنت شغال عليه. بيقول لك فايند ذا ستيدي ستيت ايرور، ستيدي ستيت ايرور او يطلق عليه الفاينل فاليو ايرور اي اس اس او اي ما لا نهايه للكيسز يونت ستيب ويونت رامب انبوت، عايزه في حاله اليونت ستيب واليونت رامب للجي دي. فين الجي اللي هي الفورورد عندي او يطلق عليها الاوبن لوب في حاله اليونت فيدباك؟ طول ما يونت فيدباك الجي يبقى اوبن لوب ترانسفير فانكشن، لكن لو ما كانش يونتي الجي ما يبقاش اوبن، الاوبن عباره عن جي في الاتش. هنروح مع بعض للجي، دي الجي عندنا. اول حاجه هو عايز يطبق يونت ستيب انبوت يعني بوزيشن انبوت، يبقى الار 1 على اس، يبقى وقتها بجيب ثابت اسمه ايه، ما تغلطش، كي بي ستاتيك بوزيشن ايرور كونستانت، عباره عن ايه الجي اوف 0، اخد الجي اللي هي بتاعه الاوبن لوب دي، الجي الفورورد عندي بعوض فيها الاس ب 0، لما اعوض عن الاس ب 0 هتلاقي في اس في المقام اي حاجه على اس تطلع بما لا نهايه. الستيدي ستيت ايرور عباره عن 1 على 1 زائد الكي بي، الكي بي بما لا نهايه يبقى 1 على ما لا نهايه تطلع ب 0. ده كان اول مطلوب. المطلوب الثاني عايز اطبق يونت رامب انبوت يطلق عليها فيلوسيتي انبوت، يونت رامب يبقى 1 على اس تربيع دي الار، يبقى بجيب ثابت اسمه ستاتيك فيلوسيتي ايرور كونستانت كي في. الكي في عباره عن ايه؟ بضرب الاس في الجي واجيب لها الليمت لما اس تقول لي 0، ده اسمه الكي في. يبقى تعال مع بعض كده، شايف عندك ترانسفير فانكشن دي، اضربها في اس، اضرب في اس هتلاقي اس اللي في القانون طارت مع اس بتاعت المقام، هتعوض عن اس ب 0 بعد كده، عوض عن باقي الاقواس دي اس ب 0، هيطلع القوس من هنا في 1 والقوس هنا 1 وده 1 ويطلع 1 في البسط، يبقى الناتج ده كله 1 في كي، يبقى المحصله تطلع كي. يا ريت تحلها خطوه خطوه عشان ما تغلطش. نروح للستيدي ستيت ايرور، هنا في الحاله دي عباره عن 1 على الكي في، تبقى عندي الستيدي ستيت ايرور عباره عن 1 على الكي. نروح لحاله ثالثه مش موجوده في المساله بس انا ضايفها لك، عايز اطبق يونت بارابوليك انبوت يعني اكسلريشن انبوت، يعني الار 1 على اس تكعيب، الثابت اللي بجيبه في الحاله اسمه ايه؟ اسمه كي اي ستاتيك اكسلريشن ايرور كونستانت، يبقى الكي اي عباره عن اس تربيع في الجي ليميت اس تقول لي 0، هروح اعوض اضرب المعادله دي في اس تربيع، تربيع هيطير مع الاس هيفضل اس في البسط، اس في البسط في اي حاجه تعوض عنها ب 0 تطلع ب 0، يبقى وقتها الستيدي ستيت ايرور 1 على الكي اي، 1 على 0 تطلع بما لا نهايه. خلي بالك الخطوه دي مش موجوده في المساله او مش مطلوبه في المساله، انا حليتها لك اضافيه عشان تبقى فاهم الموضوع. نروح لاكزامبل 5، عايز يونيتي فيدباك كنترول سيستم، بيقول لك الاوبن لوب ترانسفير فانكشن بتاعته بالشكل ده. خلي بالك كلمه اوبن لوب ترانسفير فانكشن
في حالة اليونتي فيدباك يبقى دي عبارة عن الفورورد ترانسفير فانكشن، نفس المسميين في حالة اليونتي فيدباك. يبقى يونتي فيدباك بيقول لي ان الاوبن لوب ترانسفير فانكشن اللي هي الجي بالشكل ده. اول حاجة عايز الرينج بتاع الكي اللي يخلي السيستم ستيبل، وانا شرحتها في الراو ستيبل، فيديوهات الراو ستيبل بالتفصيل، مش هعيدها تاني. نروح لرقم 2 بيقول لك ديترماين ستيدي ستيت ايرور فور يونت رامب. يونت رامب لا مش عايز يونت رامب، هنا رامب انبوت. رامب انبوت يعني هو رامب قيمته كام ما اعرفش، راح اداك القيمه هنا بيقول لك عرف تي بتساوي 1 من 10 تي. خلي بالك لو الواحد من 10 دي قلبت 1 يبقى يونت رامب انبوت، لكن لو بقت قيمه غير الواحد دي اسمها رامب انبوت فقط. خلي بالك من المسميات، يبقى وقتها القوانين اللي انا شرحتها ما ينفعش تتطبق مباشره، لازم ارجع للقانون الاساسي بتاع الايرور. نروح نجيب الرينج بتاع الكي. اول حاجه بجيب دي عباره عن الاوبن لوب اصلا مباشره، زي ما شرحت في فيديو الراو ستيبل ان الكاركترستيك ايكويشن 1 زائد الجي في الاتش، 1 زائد الاوبن لوب. الاوبن لوب اللي هي الجي في الاتش، الاتش عندك ب 1 اتعوض عن جي، يبقى طلعت بكده بتساويها بزيرو طبعا عشان تجيب القيم. قلنا ان انت بتوحد مقامات هنا وتاخد البسط فقط بيساوي زيرو، تطلع بالشكل ده، او مباشره تاخد المقام زائد البسط تطلع دي الكاركترستيك ايكويشن، وشرحنا الكلام ده بالتفصيل. هتروح تعمل التيبل وتطلع الرينج بتاع كي، طلع الرينج من 0 ل 6 يبقى السيستم ستيبل. خلي بالك الكي بتساوي 6 السيستم كريتيكال، بيعمل اوسيليشن. تمام، نروح للخطوه الثانيه. هو مديني الجي عندي الار ب 1 من 10 تي، يبقى اجيب ار اوف اس الاول 1 من 10 على اس تربيع، ما تغلطش لازم تبقى عارف لابلاس. نروح نطبق عندي القانون. القانون الاساسي عباره عن ايه؟ الستيدي ستيت ايرور ليميت اس في الاي لما اس تقول لزيرو، ليميت عندي اس في ار على 1 زائد جي. القانون ده يبقى محفوظ في اليونتي فيدباك فقط. هنطبق الار عندي ب 1 من 10 على اس تربيع، والمقام هسيبه زي ما هو، مش هعوض على المقام دلوقتي، سيبه زي ما هو. نروح ل اس تربيع، التربيع مع الاس هيفضل اس في المقام بتاع البسط، هتنزل في المقام يبقى الاس تنزل في المقام، يبقى اس زائد اس جي، وعندك الثابت 1 من 10 فوق، خد ليميت البسط يطلع 1 من 10، ليميت المقام طول ما اس منفرد اعوض عنها بزيرو عادي، الاس في الجي ما ينفعش اعوض عنها، يبقى اقول ليميت اس في جي 1 من 10 بتاعت البسط. هاخد ليميت اس جي لوحدها بره، هجيبها لوحدها كده، هاخد الجي دي اضربها في اس، يبقى الاس طارت مع الاس عندي، يبقى عندي الباقي ده اعوض فيه الاس بكام؟ الباقي ده اعوض فيه الاس بزيرو، يطلع عندي القوس ده 1 والقوس ده 1، يبقى كي على 2، يبقى ده المقام بتاع الاستيدي ستيت ايرور، يبقى كي على 2، ارجع اعوض في الاستيدي ستيت ايرور يبقى 1 من 10 على كي على 2، تطلع عندي ب 2 من 10، ده مقام المقام تطلع بسط يبقى 2 من 10 على كي. نروح لاكزامبل 6 برضه نفس النظام، يونتي فيدباك كنترول سيستم، اوبن لوب ترانسفير فانكشن بتاعته بالشكل ده، مفيش مشكله. ديترماين ذا ستيدي ستيت ايرور اي اس اس، او يطلق عليها الفاينل فاليو اي اس اس الخاصه بالايرور او اي ما لا نهايه، نفس المسميات كلها. كلوز لوب لو الانبوت سيجنال جيفن باي، مديك الار هنا، نديك الار، الار مش في الستاندرد فورم، يبقى ما ينفعش اطبق القوانين اللي هي مستنتجه، لازم اعوض في القانون الايرور الاصلي عشان الانبوت مختلف. نروح لجي عندي اهي، وادي الار، يبقى يلا تاني الستيدي ستيت ايرور اس في اي لما اس تقول لي زيرو، يطلع القانون ده، ده مستنتج. نعوض على الار، شايف الار ده كله اضربها في الاس، هضرب الاس في دي في البسط، طبعا انا ما عوضتش عن المقام، ما عوضتش عن جي، عايز تعوض عن جي مره واحده وتخلصها وتوحد مقامات وتخلصها ناتج واحد، مفيش مشكله. بس انا بحلها بطريقه سهله، ان انا بضرب الاس في البسط الاول تطلع بالشكل ده، هضرب بسطا ومقاما في اس تربيع، ده عباره عن بص كده هنا اعلى مقام في البسط اس تربيع، اضرب بسطا ومقاما في اس تربيع عشان اتخلص من دي، ضربت في اس تربيع بسطا ومقاما تطلع بالشكل ده، وقتها معوض عن اس بزيرو، هنا ده ترم لوحده عوض عن اس بزيرو، لوحده عوض عن اس بزيرو مفيش مشكله، اس بزيرو هنا، هنا ما ينفعش تعوض، يبقى دي اس تربيع بزيرو طارت، ليميت اس تربيع جي دي في المقام. هات ليميت البسط، ليميت البسط يبقى ده زيرو زيرو يطلع نص، يبقى البسط عندي بيطلع بنص والمقام اس تربيع في الجي، هاخد دي اخلصها لوحدها، اخلصها لوحدها، يبقى امسك الجي دي اضربها في اس تربيع عندي تطلع بالشكل اللي قدامك ده، هخلص اس تربيع اضرب في اس تربيع هنا طارت يفضل الباقي، عوض عن باقي اس بزيرو تطلع عندي 4 على 2 تطلع 2. تمام، الستيدي ستيت ايرور عباره عن ايه؟ نص على الناتج اللي انت جبته اللي هو 2، نص على 2 يطلع عندي بربع، ده كان الناتج النهائي. وطبعا في فيديو النهارده غطينا ثلاث امثله مهمين جدا، انا جايبهم الامتحانات وحليتهم ليكم. لو عندكم اي اسئله واستفسارات سيبونا على اي تعليقات اسفل الفيديو، ان شاء الله هيبقى في فيديو ملحق للستيدي ستيت ايرور خاص بمالتي انبوت سنجل اوتبوت سيستم، وتقريبا برضو المسائل بتاعته مهمه. وانا بشكركم جدا، ما تنسوش طبعا اللايك والكومنت والشير.